مثل واحد من الشباب يقول يا اخي متاثر والله يا شيخ، يقول والله ما شيخ انا على كل حال، اتمنى ان لو اجلس في حظيره هوشم. قلت له علام هناك كتبه طعنك وسماسيم وذر؟ قال يا اخوك احتمل تجيب طعام للهوش وبتشوفني هناك. قلت له ابوي ما يخلص يغيب، ما بحب ولا بشي، حب الدرب الهوش بموت عرق وريحه سماد. قال كم بسوي يا اخي متاثر وايد تعبان. ان كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ان كان ذا عين يقلبها في اعين الغيد محفوفا على الخطر، قد سر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بيش بالضرر. فالله الله هي كلام للفتيات، الله الله في الشباب، وانتم ايها الشباب الله الله الفتيات.